تحياتي. عندما كان المنتخب المصري يسطر التاريخ في أفريقيا ويسيطر على لقب أممها 2006 2008 و2010، ما أحد كان يتوقع أنه هذه الروعة وهذا المجد الكبير حيكون له صفة سلبية في النهاية. مصر اللي فازت بثلاث ألقاب على التوالي قدرت تحتفظ بالنسخة الأصلية بالكأس كما تنص عليه قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. لكن وليد العطار المدير التنفيذي في اتحاد كرة القدم المصري خرج بتصريحات كثير بسيطة وقال الكأس مش موجود، وأنه تواصل مع كثير إداريين أخبروه بنفس الجواب، لا نعلم أين الكأس. هذه الحادثة أثارت غضب كثير مصريين وأثارت السخرية أيضا، واستذكر البعض مشهد كوميدي بترككم معه. مصيبة مدحت. اسمع مدحت، أنا عايز أمسك الخيط من أوله، من ساعة ما استلمنا الكأس في 2010. كلم الكابتن احمد حسن وشوفه ساعتها فعلا استلم كاس ولا موزه، لان انت عارف اللعيبه بتبقى في نشره النصر ساعتها ممكن يعمل اي حاجه وما ياخدش باله. ولم لي كل تجار الموز بتوع مصر وخبير وزاره الزراعه، وهات الموزه وتعالى ورايا على المكتب. الصقر احمد حسن المتوج باربع امم افريقيه من قبل، منها الثلاثيه اللي بنتكلم عنها، وصف الحال بقوله انها كوميديا هابطه، وقال اللقب اللي ضاع مش واحد بل اربع كؤوس فازت فيها مصر. موقع في الجول أفرد تحقيق كامل عن الموضوع وأكد أنه الضياع مش للكأس فقط، لكن هناك عدد ضخم من الكؤوس والميداليات والسيوف والدروع اللي مش موجودة. وألمح الموقع أنه سبب هذا الاختفاء على الأغلب يعود إلى حريق عام 2013، حيث أنه خلال شهر مارس من ذلك العام شب حريق في اتحاد كرة القدم المصرية، وقيل وقتها أنه تمت سرقة كؤوس من الاتحاد بجانب مستندات ووثائق ومقتنيات. الغريب مما نقل الموقع أيضا أنه هالكؤوس وهالدروع وهالميداليات عم تتناقل بين أيدي إداريين ولاعبين دون أي أوراق، وما حدا بيستلم وما حدا بيسلم بشكل رسمي. والاتحاد المصري أكد أنه والله عم بتصل بالناس وبيسألهم وين الكاس. مشهد كامل لا يليق بالكرة المصرية، لا يليق بتاريخ الكرة المصرية، لكنه للأسف عم يحدث. المهم الآن بنتمنى عودة الكأس والميداليات وكل شيء مفقود، وبنتمنى إنه الحال يصير أكثر انتظاما ووضوحا في اتحاد كرة القدم المصري بما يليق بجمهور الكرة المصرية العريق.